السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة اول يوم انزل فيه من ساعة ما رجعت المانيا. بصراحة الاكتئاب زاد جدا، والمرة دي بالذات معرفش ليه، يمكن عشان طولت قوي في مصر ما كنتش عايزة ارجع، فقررت انزل امشي كل يوم وبعد كده ابقى اجري لما اقدر. يعني انا المشي بس بيتعبني، فعايزين نخس كده مع بعض ونشجع بعض. وعايزه اقول لكم ان انا بدات في الصيام المتقطع، هو سهل، ما يعتبرش اصلا صعب، يعتبر زي معظم الناس. يعني انت بتبداي تاكلي الساعه 12 الظهر، معظمنا اصلا بيبدا كده، وبتوقفي اكل لحد الساعه 6 المغرب، وده كويس. في ممكن لحد 6، في لحد 8، مش مشكله، بس المهم ان انت ما تاكليش بعد كده. واحنا كلنا عارفين ان الاكل بالليل متاخر هو غلط جدا، فده اللي احنا هنعمله. هنبدا اول حاجه، اول ما نصحى مثلا صحيتي قبل 12 هتبقى ميه بس او شاي اخضر كمان معاها. طبعا الميه لازم يعني، وممكن تزودي الشاي الاخضر زي ما قلنا. الشاي الاخضر حلو قوي على فكره، انا يعني كنت ساعات باخده كده بس ما كنتش منتظم عليه، بس في الايام اللي كنت باخده فيها مش حكايه ان انا بخس، لكن بحس ان انا مرتاحه، ان الهضم بتاعي كويس. معدتي كانت دايما تعباني، حسيت ان هي يعني معاه برتاح اكتر، فرجعت تاني اشربه. وهنبدا زي ما قلت لكم من الصبح مثلا، من ساعه ما تصحي لحد الساعه 12 تبقى ميه وشاي اخضر بس. وبعد كده لما نفطر هتبقى وجبه الفطار بتاعتنا، نبعد بقى عن السكريات خالص زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، عايزين نبعد خالص خالص عن السكريات. وبعد كده من الساعه 12 بعد الفطار لحد الساعه 6 هيكون الوجبة بتاعت الغداء اللي هي الساعة 6، هتاخديها الساعة 6، وما بينهم بقى مية وشاي أخضر ومثلا فاكهة كده. بعد 6 أو 8 زي ما انت هتحس ان انت هتقدري، لو انت بتسهري قوي يعني بتسهري لحد 2 كده يعني خليها لحد 8، لو انت بتنامي بدري يبقى لحد الساعة 6 كويس قوي. فانت شوفي حسب نظام يومك انت ايه، بتسهري بتنامي بدري، فده هيرجع لك انت بس. فمع طبعا مع كده لازم هنتحرك، لازم هنلعب تمارين مقاومه، لازم هنلعب كاريدو. انا يعتبر لسه ما بداتش في حاجه من دول، هو بدات بس في الاكل. الكاريدو هو كويس جدا، كويس جدا، وبنشط حركه القلب وكده، بس بصراحه انا بتعب منه، بس لازم ان انا هعمل كده، ولازم هلعب، ولازم هنشجع بعض. مش هينفع ان احنا نفضل بالطريقه دي. انا عن نفسي بقيت مضايقه جدا وعايزه اكمل النظام، لان انا كذا مره ببدا وبعد كده بوقف ما بكملوش. فاحنا لازم نكمله، ولازم ان احنا نشجع بعض، ولازم كلكم تشجعوني علشان اخس، لان انا نفسيتي تعبت كفايه ان انا سبت مصر وجيت. عايزه اوريكم المنظر من هنا، اتفرجوا بقى معايا وانا ماشيه بتمشى. زي ما قلت لكم هبدا بالمشي، بعد كده هنبدا يعني بعد ما هنمشي مفروض اجري، بس انا مش هجري النهارده يعني، لاني مش لابسه اصلا لبس الجري، فقلت هتمشى شويه عشان اسخن جسمي شويه، وكمان عشان اول مره انزل من البيت زي ما قلت لكم. فبس اتفرجوا بقى معايا، نزلت اشم هوا واتمشى شويه، ويا رب يا رب يعني انزل كل يوم، لان انا بيتوتيه جدا، والجو هنا اصلا مخليني ان انا مش عايزه انزل من البيت كتير. تمام، في بحيره هنا حلوه موصله للمينا، هي هنا بقى ده ورا البيت عندي، دي جنينه كده واسعه، وفي اماكن للعب الاطفال فيهم كذا واحد، يعني المكان كويس والله، بس انا اللي زي ما قلت لكم بيتوتيه وكئيبه وما بنزلش. الجو يمكن ده احسن جو في السنه دلوقتي، الجو اصلا ممكن ثواني كده يمطر، بصوا حتى السحاب في مطر، هو عايز ينزل. بنشوف فصول الاربعه كلهم بتوع السنه في يوم واحد. انا بقطع لان انا ماشيه، بقطع في الكلام لان انا ماشيه. تعالوا نروح عند البحر شويه، المكان ده ورا البيت، يعني لما بحب انزل امشي بمشي هنا. هو المكان كويس، مش وحش، بس
انا كسولة يا جماعة، كسولة، عايزين نشجع بعض. في ناس جاية تصطاد اهو، في ناس يعني الناس بتنزل والناس بتمشي والناس بتلعب رياضة. انا اللي قاعدة، انا اللي قاعدة طول الوقت. فبس ادعولي، واللي فيكو بدأت ان هي تلعب رياضة تقولي عشان انا شكلي هبقى بتاعت كلام بس. بس لا والله، والله العظيم بجد انا عايزة اخس، عايزة اخس، لان انا عمري في حياتي ما وصلت اصلا للدرجة دي. الناس اللي عارفاني من زمان يعني من قبل مثلا 5 سنين كده تعرف ان انا كنت رفيعة جدا، يعني كنت رفيعة وحركتي بقى كانت كتير وبقدر اتحرك وبتاع، لكن انا اللي بقيت كسولة وبرطة. يعني نسيت اقول لكم بقى ان البرنامج طول ما انتم ماشيين، انا كنت ناسيه الحوار، طول ما انتم ماشيين البرنامج طبعا بيعد معانا البرنامج اللي انا قلت لكم عليه المره اللي فاتت. فاحنا بنكسب كمان ان احنا بنجمع نقط علشان يجيلنا ارباح فنتشجع اكتر. بس انا برضو لحد دلوقتي لسه ما اتشجعتش، مش عارفه اعمل ايه اكتر من كده. ما تنسوش كمان الفيديو اللي انا قلت لكم عليه ان انا هنزله لكم، ادخلوا على التيك توك هتلاقوني نزلت الرابط بتاعه، عشان لو ما نزلتش يعني على اليوتيوب. يا لهوي انا بنهج ازاي علشان طلعت بس طلعايه، يعني انا مش عارفه في ايه يا جماعه. فبصوا، لا مش هينفع، انا مش قادره امسك الموبايل حتى، مش قادره ارفعه. البرنامج اللي انا قلت لكم عليه ان هو كل ما بيجي لكم منه دولارات كتير، ده اللي هو هتلاقوا الرابط بتاعه. هو فكرته بقى مش ماشي، ولا فكرته ان انت تعملي حاجه غير ان انت تبعتي بس الرابط بتاعك لناس. كل حد هيدخل على البرنامج دوت من الرابط بتاعك هيجي لك عليه دولار. يعني انت بقى شوفي انت وشطارتك، كل ما هتبعتي البرنامج لحد كل ما هيجي لك دولارات اكتر. فبس هو ده فكرة البرنامج، ما بتعمليش اي حاجة تانية. مش مطلوب منك ان انت مثلا زي سويت كوين ان انت تمشي او حاجة، لأ. هو بس تبعتي الرابط بتاعك للناس وخلاص. انا هروح بقى هرجع، بس ممكن اعدي على السوبر ماركت اشتري شوية حاجات ويبقى اسمي اتحركت شوية ومشيت شوية. والله العظيم يعني برضو النزول بيغير المود شوية، ان انتي تشيب من هوا. رحت اشتريت بقى عصير واشتريت شوية حاجات وقعدت في الجنينة وشربت عصير وجبت قهوة، بس ما شربتهاش وانا في الجنينة. ده نوع، وفي نوع تاني برضو صورته لكم اهو، ده كنت مصورانا برا. وقعدت بقى اكلت السلطة، فطرت برا، وكان يوم حلو قوي بصراحة. غيرت من مود البيت شوية وفطرت وطلعت بقى.